مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير صوص الشوكولا مع الكريمة بنفس الوقت. من نفس المكونات بنعمل صوص شوكولاتة جناش وكمان الكريمة اللي منزين فيها الكيك. عنا اول شي نص كوب زبدة دايبة، كوب سكر بودرة، كمان نص كوب كاكاو. ممكن في ناس يقولوا لي انه انا طحنت السكر ما زبطت معي، ما فينا نطحن سكر، لازم سكر بودرة نستعمل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلها بالجات. كمان ما رح نستعمل الخلاط بدقيقة منحضرة، أنا نستعمل الخفاق اليدوي، يعني طريقة كتير كتير عن جد رائعة وكتير سهلة. اللي ما عندهم خلاط بالبيت، خلاط كهربائي، فيهم يستعملوا الهاند ميكسر، الخلاط اليدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعملكم هيدي الطريقة، في كتير ناس بيقولوا لي ما عنا خلاط كهربائي، فإذا هيدي طريقة حلوة للجميع. ممكن إذا بدنا نفتح اللون منقلل الكاكاو. هيدا الصوص خلصناه، شفتوا كيف بهيدا الشكل، يعني ما أخذ معنا دقيقة بالتحضير. فينا نحط بهيدا الشكل، نغطي الكيك، نغلف الكيك، وكمان بنفس الوقت بدنا شو نعمل، دوب شوي بالميكروويف لفرجيكم كيف بصور سائل. بهيدا الشكل صار الصوص سائل، شفتوا كيف ممكن نغلف فيه. نستبدل هيدا الصوص بالشوكولاتة جناش. كمان هلا بحطهم بالبراد لنشوف مع بعض كيف بدنا نعملهم بكيس الكريمه ونزين فيهم. هولي بعد ما حطيتهم ساعة بالبراد بدنا نشوف مع بعض كيف بدنا نعملهم بكيس الكريمة. شفتوا كيف بشدوا بهيدا الشكل، بنخلطهم شوي. مثل ما قلت لكم فينا اذا حبينا بدنا اياهم لون افتح منقلل الكاكاو، منحط نص الكمية. هلا بدنا نحطهم بكيس الكريمة. بسم الله. شفتوا شكلهم بالكريمة بكيس الكريمة، بس بدنا نزين بهيدا الشكل.
يعني كتير كتير كريمة رائعة. شفتوا شو جامدة كمان؟ واو، فينا نعمل الأشكال اللي منا إياها فيهم. كمان بدقيقة منحضرة. شفتوا كيف؟ أنا عملت كمية صغيرة، اللي بده أكتر بيعمل بدوبل الكمية. واو، هيدا الشكل النهائي. هذه الكريمة اللي عملتها أنا وياكم والصوص بنفس المكونات. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.